لمركز إدفو محافظة أسوان مع الزميل محمود عبد الحافظ والمشاركة السياسية، وبنرجع مرة تاني. الانتخابات اللي هي الأهم دستورية والانتخابات الرئاسية وأهمية مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات. ودعوس انتخابي مش انتخابات، وتقييم للناس كلها في الوطنية والحفاظ على الوطن. المواطنين في وعي كامل طبعا بالمرحلة اللي احنا فيها، والانتخابات الرئاسية ماخدة زخم كبير جدا نتيجة الأحداث اللي حاصلة، والنهاردة بيجي كل الأمور على المكشوف زي ما بيقولوا، كله فوق الترابيزة. فالشعب ما عندوش طبعا بدائل إلا الحفاظ على وطنه والالتفاف خلف قيادته السياسية إن شاء الله. مشاركة إيجابية في إدفو لم يحدث لها مثيل، بالكامل اصطفاف وطني وبالكامل خلف القيادة وخلف الوطن، بسبيل إن احنا ننجح الانتخابات الحالية. الانتخابات الرئاسية الحالية يعني واضح ان فيها اصطفاف يعني لم يحدث من قبل، وده دليل على الوعي، دليل على الثقافة، دليل على حس الشعب المصري وحبه لبلده وحبه لقياداته. الكل حاليا عايز يظهر مصر بصورة مشرفة، وده هدفنا الأول وهدفنا الأخير. المواطنة هي المشاركة الإيجابية، المواطنة هي نزول الشعب للانتخابات، ودي أنا بعتبر ان نجحنا فيها بالكامل كقيادات، ان احنا نوعي الشعب بالكامل سواء عاملين او مواطنين ان هم ينزلوا الانتخابات ويطلب اصواتهم، ويعرف ان صوته ليه قيمه وصوته مؤثر وصوته حيحدث تغيير في هذا البلد. حريصين على العمال بادلاء اصواتهم، ومع ذلك برضه شغال العمليه الانتاجيه على اكمل وجه، وموزعين الثلاثة ايام على الخطوط، وبالنسبه للعمال حتى العماله اليوميه برضه بتشارك معانا في العمليه الانتخابيه. ده واجب وطني على كل مواطن يدلي بصوته، ونهارده عرس للمصريين جميعا. يعني شايف لازم احنا نساعد الوطن وندعم الوطن باللي حاصل حوالينا في الدول، شايفين الدول حوالينا، لازم احنا نقف مع الوطن وندعم الوطن.